صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم موضوع مهم. في البدايه حابه اقول لكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده فعلا هنتكلم في موضوع مهم، وهو موضوع الشحن والنقل الدولي. وعشان نتكلم في موضوع مهم زي ده لازم نجيب علامه من علامات الشحن والنقل الدولي. معانا النهارده صاحب فكره التدريب العملي على الشحن والنقل الدولي، واللي خلال الست أعوام الماضية اتدرب على إيده مئات من الشباب حديث التخرج، وكان كمان ساهم في إن هو يوظف أكتر من 500 شاب وفتاة لحد دلوقتي. معانا دكتور محمد خيري، هو صاحب ومؤسس شركة جلوبال أكسس للتدريب العملي على الشحن الدولي، وهو رئيس لجنة التدريب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. سعيد جدا انا معاكم. احنا اسعد طبعا. في البدايه عايزين نعرف يعني ايه شحن. والله الشحن الدولي هو ده اللي داخل في كل حاجه في حياتي، هو السوبر ماركت اللي بروح اشتري منه البضائع اللي جايه من دول مختلفه، هو الصيدليه اللي بروح اشتري منها الادويه الانتاج المحلي والمستورد، هو داخل في كل حاجه في حياتنا بشكل او باخر. الشحن الدولي كتعريف هو ان انا بحرك حاجه من دوله لدوله، من اسمه الشحن الدولي. اللي انا بحس بيه بقى كمستهلك او كمواطن انه الشحن الدولي ده، وانا سي مثلا بشتري حاجه انتاج محلي، الانتاج المحلي ده ما هو داخل فيه مواد تم استيرادها قبل كده. طيب الحاجات اللي اتصنعت ما هي مش بتتباع في مصر بس، هي بتتباع في دول تانية كمان. فالشحن الدولي داخل في كل حاجه في حياتي. يعني معنى كده ان الشحن داخل في سواء حاجات مستورده او حاجات محليه. اكيد طبعا، ده اذا كان داخل في يعني التصنيع نفسه منتج تم ماده خام تم استيرادها. طب الناس بقى اللي شغاله في المجال ده، مجال الشحن، بيعملوا ايه بالظبط؟ طبعا ده سؤال كويس جدا اشكرك عليه. هو اللي بيشتغل في مجال الشحن الدولي هو بيدير المنظومه دي كلها، من اول الحجز على المركب والطياره او الطياره، عمليه التخليص الجمركي سواء في التصدير او في الاستيراد، ربط الشحنه، تجهيز ورقها من الالف للياء. النهارده احنا عندنا قوانين وتشريعات بتشرع الكلام ده وبتحكمه، لازم يكون ابديت، عنده تحديث بكل حاجه من الحاجات ديت، بحيث ان هو يبقى في تدفق في عمليه الاستيراد او التصدير. بمعنى انه انا مش بصدر مره واحده، مش بستورد مره واحده، لا ده في خط انتاج شغال، خط الانتاج بيشتغل علشان يحصل فيه تدفق في التصدير، خط الانتاج بيشتغل علشان يحصل فيه تدفق في الاستيراد. فده دور العامل او العامله في مجال الشحن الدولي، صراحه ان هو بيدير المنظومه دي كلها، وده طبعا بيؤدي لخفض التكاليف. طب افهم كده من كلامك يا دكتور ان الموضوع فعلا مهم وليه مستقبل بجد؟ اكيد طبعا، اكيد مجال الشحن الدولي وخصوصا بعد الفتره الحاليه، فتره جائحه الكورونا، بقى فيه طلب كبير جدا 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 عليه. الحقيقه انه ده من المجالات اللي اثبتت انها في غايه الاهميه في حياتنا. عندي مثلا بعض الدول خدت قرارات صعبه جدا، انها قفلت المطارات ومنعت السفر، وبعض الدول في بعض الأوقات قفلت حتى المواني، وده أدى إلى مشاكل كبيرة جدا. النهاردة اللي شغال في مجال الشحن الدولي لازم يوجد حلول في الحاجة دي، ومن هنا بقت أهمية المجال ده ابتدت تظهر. النهاردة أنا عندي دولة مقفولة، مش هينفع أروح لها بالمطار، مش هينفع أروح لها بالطريقة العادية، فلازم بلف لها، بروح لها إن صح التعبير من دولة تانية. فالمجال ابتدى يبقى العين عليه، المجال ابتدى انه الناس تحس بأهميته. النهاردة انا عندي في دولتي في ناس بتاكل، في ناس بتشرب، في بضاعة بتتحرك، في زي ما قلنا الشحن الدولي داخل في كل حاجة. فبالتالي المجال بقى يعني ظاهر جدا للعامة انه قد ايه هو مهم. فطبعا ده من ناحية اهميته، من ناحية بقى انه له مستقبل، هو طبعا من المجالات اللي ابتدت يبقى في ارقام انه بتشير ان هو فعلا هو المستقبل كله في الشحن وفي اللوجستيات، لانه بعد كده هو ما هو زي ما قلنا احنا اي حاجه بدخل فيها هي لازم
داخل فيها شحن بشكل او باخر، الكاميرا اللي بتصورنا، الميكروفون اللي بنستخدمه احنا نفسنا، بننتقل من مكان لمكان، وقيس على كده كل ده نتيجه عمليه تصدير او استيراد شحن دولي. يعني افهم كده ان موضوع الشحن في عز جائحه الكورونا وبعز ان في مجالات كتير قوي قفلت ومجالات وقفت، ان مجال الشحن ما وقفش وما تاثرش بالكورونا. اشكرك مره تانية والله على سؤالك، فعلا بالظبط هو ده اللي انا عايز يمكن اقوله. المجال بتاع الشحن الدولي في وقت الكورونا الطلب عليه زاد، حتى في بعض الدول كانت بتستثنى من قطاعات اللي هو يعني تبقى في الحظر وكده، من ضمنها الناس العاملة في مجال النقل، وطبعا خصوصا النقل الدولي. يعني لو في دلوقتي دولة المطار بتاعها مقفول وطبعا الناس ما بتسافرش، إنما البضائع بتسافر عادي جدا ملهاش علاقة. أشكرك جدا، بالظبط هو ده الموضوع. أنا الكورونا بتنتقل من شخص لشخص طبعا زي ما بنشوف، لكن احنا بنتكلم على انه الناس لازم تاكل، الناس لازم تشرب، الناس لازم تاخد حتى طلباتها الأساسية، فبالتالي الشحن الدولي مش بيقف، وخصوصا انه احنا زي ما قلت لحضرتك العاملين في المجال ده هو بصفة مستمرة بيوجد حلول، بيوجد حلول. انا النهارده عندي حاجة كانت بتيجي طيران والمطار وقف، فخلاص مش هتيجي بالطيران، طب هل في حل ان انا اجيبها بالشحن البحري؟ طب هل في حل ان انا اجيبها بالشحن البري؟ طب هل في ان انا انقلها المطار دوله من دول الجوار وارجع بعد كده اشحنها مره تانية؟ هي في الاخر لازم توصل، الوسائط هي في الاخر لازم توصل. فطبعا من اهميه المجال ومن مستقبل المجال ان هو من المجالات الواعده جدا واللي نجمها طالع يعني، وخصوصا في هذه الايام. طب بما ان انا بقى مرأة وبنتكلم في المجال ده وانا حبيت المجال الصراحه من كلامك عليه، فعايزه اعرف المراه ليها دور بقى في المجال ده وممكن تشتغل فيه ولا لا؟ اشكرك جدا والله، بما اننا في قناه بتهم المراه وطبعا صحه المراه وماديات المراه، تمام طبعا. الفكره الحقيقه انه طبعا مجال مناسب جدا للمراه، جدا المراه النهارده شريك في المجتمع، المراه النهارده ليها دور كبير جدا لا يمكن اي حد يغفله او يستهين بيه، وهذه المهنه تحديدا بتحتاج للمهارات المكتبيه والحد انه يكون زي ما بيقولوا مالتي تاسك، يعني متعدد المهام. المراه ربنا خالق جواها الصفه دي فعلا، بتعرف تعمل كذا حاجه في كذا وقت طبعا. بالظبط، اشكرك، بتعرف تعمل كذا حاجه في نفس الوقت فعلا، ودي من المميزات اللي بنخلي المراه بيبقى ليها الاولويه، وخصوصا في قطاع معين اللي هو العمليات او الاوبريشن. أنا محتاج حد يبقى متابع يعني، وليكن مثلا نقل، متابع شحن جوي، متابع كذا حاجة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت هي برضو ربنا خلقها فيها كمان صفة زيادة إنها بتبقى متابعة الحاجات اللي ملهاش علاقة بالموضوع. يعني الرجال تلاقيه بوكسز شوية، صناديق، يعني أنا بتكلم مثلا كل حاجة جوه الشغل ممكن تبقى في دماغي، لكن حاجة بره الشغل في نفس الوقت أنا ممكن ما أفضلش فاكرها، ده كشباب او رجال. لكن المراه لا، المراه ربنا خالقها سبحانه وتعالى انه ايه، فيها صفه من صفات انها متعدده المهام، ودي حاجه يعني مخلوقه جواها، مش مهاره بس بنكتسبها زي الرجال. فطبعا المهنه دي مناسبه جدا للمراه. المراه بتحتاج النهارده انها حياتها بتتغير، يعني هي بتكون بنت بتدرس في جامعه، ممكن بعد كده بتتخطب، بتتجوز، بتخلف، بيبقى موضوع الشغل خصوصا في بداية ده الخلفة يعني بيبقى صعب شوية، بيبقى مشاغل بقى وما بتعرفش تشتغل، بيبقى مشاغل وحاجات زي كده. فمن هنا جت أهمية بقى إنه المرأة ممكن تشتغل وهي بنت، ممكن تحافظ على شغلها لو تقدر وتستمر في المجال ده. المجال ده من المجالات الواعدة بالنسبة للمرأة، لأنه هو يعني جزء كبير جدا منه بيدار من خلال مكاتب وحاجات زي كده، ما فيهوش يعني افهم من كده يا دكتور ان المراه دلوقتي لو يعني سابت الشغل فتره وقعدت في البيت وربت الاولاد وخلاص عايزه ترجع لمجال العمل وتنزل لسوق العمل، مجال الشحن مناسب ليها في اي مرحله من عمريه عمرها؟ بالظبط يعني بالظبط، ده اللي انا يمكن عايز اقوله ما بين السطور. المراه تقدر انها في خلال شهرين ثلاثة انها تلم تاني المهارات الاساسية، بعكس بقى مهن صعب جدا انها لما تتجوز وتخلف تبتدي انها تنزل
لسوق العمل انها تكتسبها. يعني عمري مثلا ما هبقى دكتوره، عمري ما هبقى مهندسه، يعني خلاص الى حد ما الوقت فات، الفرصة لكن راحت. اه بالظبط. لكن مجال الشحن الدولي من المميزات اللي فيه ان هو كل يوم جديد، من المميزات اللي فيه ان هو لسه طالع ولسه جديد ولسه ليه مستقبل، فهو دايما طالب ناس، دايما عايز حد يدخل المجال ده جديد. وده مناسب جدا طبعا بما اننا في قناة بتهم المرأة، مناسب جدا للمرأة علشان تبقى في استقلال مالي في حياتها. يعني ممكن المرأة في وقت من الأوقات تبقى هي عايزة والله تجيب لنفسها حاجة، عايزة تستقل تبقى ماديا. اه تستقل ماديا، وممكن في وقت من الأوقات تبقى برضو هي عايزة تساعد أو حاجة زي كده. ومن هنا بيجي أهمية المجال ده بالنسبة للمرأة تحديدا. طب بالنسبة للمهارات بقى، بما اننا بنتكلم على المهارات، اللي عايز يدخل في مجال الشحن لازم تتوفر عنده مهارات معينة، أشكرك جدا ايه هي والله، بقى المهارات دي؟ أشكرك جدا والله على سؤالك. فعلا الموضوع يعني السؤال ده مهم جدا. أنا النهارده علشان أدخل في المجال ده هل أنا محتاج فعلا مهارات؟ الحقيقة أيوه، أنا محتاج على الأقل يعني يمكن زي أي شغل بس بشكل محدد على الشحن الدولي أنا محتاج 4 مهارات. المهارات المكتبية، يعني الكمبيوتر، إزاي أبعت إيميل، إزاي أستقبل إيميل، إزاي أرد على حاجة. المهارات بتاعة اللغة، اللغة الإنجليزية على الأقل، يعني طبعا إن ما كانش لغات تانية، ومش شرط بالإجادة، يعني بالإجادة التامة. المهارة التالتة هي مهارات التواصل، لأنه الموظفة أو الموظف في المجال ده بيتواصل طول الوقت، يا إما مع زمايله، يا إما مع العملاء المحتملين، يا إما مع العملاء الحاليين، يا إما مع مقدمين الخدمة زي مقاول النقل والمستخلص وخط الملاحي وخط الطيران. فمهارات التواصل من المهارات المهمة جدا. وأخيرا ودي إحنا بقى اللي بنعملها، اللي هي مهارات الشغلانة بقى نفسها، مهارات الشحن الدولي نفسه. والله واضح ان المجال لذيذ وممتع جدا والله من كلام حضرتك. طب كنا عايزين نعرف بقى رؤيه جلوبال اكسس في الموضوع الشحن الدولي، وايه الخدمات اللي بتقدمها للناس اللي بيتدربوا عندهم. طيب هو جلوبال اكسس ابتدت بحلم، الحلم انه يبقى في مكان بيعلم الشباب قواعد المهنه، بحيث انه لما ينزل يدور على شغل بسهوله يلاقي شغل. مجالنا يمكن كشحن دولي مختلف عن مجالات كتير جدا. الصعب جدا فيه ان انا الاقي شغل وبعدين اتعلم. الحقيقه انه الاسهل ان انا اتعلم واعرف قواعد اللعبه، اقوم الاقي الشغل بيتفتح لي، الاقي انه لما بعمل انترفيو بيبقى رتم المجال سريع جدا، فبيبقى صعب قوي ان انا اقبل حد في انترفيو ما عندوش اي فكره عن مجالنا. بيبقى صعب. الحقيقة انه العكس صحيح، انا لما بلاقي في البنت او في السيدة انها معاها الاساسيات، فبيبقى اسهل بكتير ان انا اقول طب كويس جدا انا هقدر اعتمد عليها بعد كده من اول يوم. دي الخدمات اللي بتقدمها جلوبال اكسس. طب دلوقتي عايزين طبعاً نعرف، طب جلوبال اكسس فيها دورات تدريبيه تخليني انا اقدر اكتسب المهارات اللي حضرتك اتكلمت عليها دي؟ اشكرك بالظبط. هو يعني ده اللي يعني الجزء الثاني من سؤال حضرتك. الجلوبال اكسس حاطه نفسها في حته احنا المكان اللي بيورد الموظفين الاكفاء. بنعلم الشباب والسيدات قواعد المهنه علشان لما يدخلوا شغل بيلاقوا شغل. ده طبعا بيبقى من خلال دورة تدريبية مكثفة بتتقدم في الوقت الحالي على مستويين، بتاخد حوالي 3 شهور. بعد كده بيبقى أو والله أثناء الدورة والله بيبقى بسهولة الشركة بتساعد في التوظيف. عموما المجال عطشان قوي لشباب كتير تشتغل فيه، بنات كتير تشتغل فيه، لسه المجال جديد وعمال بيكبر يوم بعد يوم. الشركات بتفتح الاتجاه النهارده كله اتجاه اللوجستيات والشحن الدولي، وازاي نستفيد من موقعنا في وسط يعني في وسط العالم. فكل ده ادى انه الدوره بتاعتنا رغم بساطتها، رغم انها بتاخد بس 3 شهور، الا انها كافيه جدا في انها تقدم خدمه للمشاركين فيها ان هو يتعلم المهنه، وان شاء الله كمان بنساعد في التوظيف. احنا بنقدم الخدمتين دول، بندرب وبنساعد
في التوظيف. يعني افهم من كلامك يا دكتور ان انا لو ما عنديش خبره في المجال خالص ودخلت المجال وحبيته خلال 3 شهور اقدر اكتسب خبره كويسه وتنفعني ان انا اشتغل بيها. اشكرك شكرا جزيلا، فعلا السؤال ده مهم جدا. المجال مش محتاج حد يكون عارف فيه من قبل كده خالص، هو مجرد ما بيشترك في الدوره احنا بنبتدي من البدايه خالص، من الصفر وبنأسس بقى على كده لحد ما بيبقى معاه تقريبا خبره يعني تقدر على الورق بحوالي 2 سنين، ان هو كافي جدا ان هو يعدي من اي انترفيو. ده بالظبط اللي احنا بنعمله في الدوره التدريبيه بتاعتنا، وهي مش بتحتاج اي مهاره من المهارات، بس احنا بنقول والله يا جماعه كشحن دولي سيبه علينا، احنا هنعلمك الشحن ده، لكن كمهارات مكتبيه، كمهارات لغه، كمهارات تواصل، الصح انه يشتغل المشارك او المشاركه في البرنامج التدريبي يشتغل على نفسه فيها اكتر في اثناء الوقت ده، يعني يعتبر ان هو في معسكر ان صح التعبير لمده 1.5 لـ3 شهور لحد لما ان شاء الله حياته تتغير وتبتدي المراه تستقل ماليا انها بتقبض. طبعا البدايات زي ما حضرتك عارفه ما هياش البدايات الكبيره، لكن احنا بنبيع في الدوره بتاعتنا مش البدايه، احنا بنبيع المستقبل، انه المجال مناسب جدا لطبيعه المراه يعني طبعا هي تشتغل فيه تقنيا بما ان عندها بيت وعندها اولاد فتقدر تشتغل فيه مع البيت ومع الاولاد والكلام ده. بالظبط، تقنيا هي تقدر انها تبقى موظفه في اماكن كتير جدا بعد التدريب، فبيبقى الموضوع مناسب، ومع الوقت هي بتبقى بتدير بقى المنظومه، بقى هي بتدير الشغل نفسه، فبيبقى ساعتها الدخل اللي بيدخل للمراه بيبقى دخل كويس. يعني انا ممكن ابدا كموظفه في المجال ومع الوقت ممكن افتح شركه شحن مثلا. اشكرك شكرا جزيلا على سؤالك، ومش كده وبس، هو فكره ان انا احرك بضاعه من بلد لبلد ممكن انها تبقى رائده من رواد الاعمال، مش شرط انها تبقى صاحبه شركه، لانه برضو يعني معلش خلينا نقول انه انها تبقى صاحبه شركه طبعا هو ده وارد، بس مش ده الحاجه الاساسيه، يعني الحاجه الاساسيه انها تقدر انها تقوم بعمليه التصدير، تقدر انها ممكن احيانا تستورد حاجات وتحاول انها تبيعها ما بين المحيطين، لانها خلاص هي فهمت الموضوع شغال ازاي، وده شكل من الاشكال. في سيده بتميل اكتر للعمل المنظم، انها تصحى في وقت معين وتروح الشغل وترجع تاني، وفي سيده بتميل اكتر للعمل الحر، انها تفهم المنظومه شغاله ازاي. بس الناحيتين موجودين في المجال. الناحيتين موجودين في المجال، ان هو في الاخر الموضوع واحد. طب احنا سمعنا بقى دكتور ان في مبادرات اليومين دول موجوده في مجال الشحن الدولي، عايزين حضرتك تكلمنا عليها. والله في مبادره فعلا، اشكرك جدا على سؤالك. المبادره الحاليه هي تتلخص في رسالتين، الرساله الاولانيه للشباب والحديث التخرج، انه يا جماعه المجال ده واعد جدا، المجال ده مهم جدا، من فضلكم اللي حابب يجرب نفسه، هل المجال ده هينفع معايا، هل المجال ده انا فعلا هحبه واحس ان انا يعني اكتسبت حاجة جديدة في حياتي وحاجة يمكن غيرت حياتي، ده الحديث التخرج طبعا من الجنسين الشباب والفتيات، وطبعا النهاردة بنركز جدا على السيدة. الرسالة الثانية في المبادرة الناس اللي شغالة، الناس اللي أصلا بتشتغل في مجال الشحن الدولي، بنقول لهم تعالوا هنعتمد السنين الخبرة بتاعتكم، هنقيم اللي انتوا وصلتوا له لحد دلوقتي، بحيث انه مفيش حد النهارده يقدر يقول انا كبير، انا خلصت كل المجال ده، مهما كان، مهما ولا انا ولا اي حد. ومجال لا ينتهي، والله مجال لا ينتهي، مجال كل يوم جديد، يعني بقول لحضرتك على حاجه كل يوم جديد. فبالتالي انا بشوف في المبادره في الجزء الثاني اللي انا اصلا شغال في المجال، انا بشوف ايه جوانب القوه وجوانب الضعف عندي في حياتي الوظيفيه، بحيث ان انا اشتغل عليها. وطبعا من المبادره ان احنا بنبقى محتاجين عدد يجي من الفتيات ومن الشباب ان هو يتاهل ويحصل بعد كده على الشهاده بتاعته، واللي بتساعده جامد جدا في الشغل. طبعا مش بنمعد بوظيفه، لانه زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع محتاج مجموعه من المهارات، مش الدوره بتاعتنا بس اكيد، لكن بنسبه كبيره جدا معظم اللي شارك في الدورة دي، بما انه المجال دايما عطشان لكفاءات جديدة والشباب وبنات جداد يدخلوا
ينضموا ليه، فبيبقى توظيفهم الحمد لله سهل. الجزء التاني من المبادرة الناس بقى اللي شغالة، اشتغل على نفسك، طور من نفسك. لو انا فاهم في البحري الصح ان انا افهم كمان في الجوي، لو انا فاهم في الصادر الصح ان انا افهم في الوارد. ودي مبادرة من ضمن مجموعة مبادرات كنت لسه الحقيقة. هسأل حضرتك في مبادرات بقى تانية بالنسبة لجلوبال اكسس بتقدمها؟ أشكرك جدا. فعلا جلوبال أكسس بتتبنى كل فترة برنامج التدريب، بحيث أنه الشباب، والله أنا عندي مثلا مجموعة من الشباب وليكن 20 شاب وفتاة مثلا، دول بنحاول نأهلهم علشان نوظفهم، وده بتبقى دورات بعدد كبير جدا طول السنة. المبادرة بقى من الناحية التانية أنه صاحب العمل أو الامبلوير زي ما بيسموه، انه بيبقى عايز ساعات شخصيه معينه، ساعات بيبقى عايز حد اللغه الانجليزيه عند مستوى معين، لغه التواصل عند مستوى معين، لغه المهارات المكتبيه عند مستوى معين. فمن هنا بتنزل بقى زي رعايه كجزء برضو من المبادره. من المبادره بنقول والله انا عندي مكان مثلا ل 20، عندي مكان ل 10، عندي مكان ل 30. الاماكن ديت بتبقى بخصومات بتوصل ل 70%، خصومات بتوصل ل50% في اوقات في السنه. ده بالتعاون يعني ما بين جلوبال اكسس وما بين الجهات اللي بتوظف، بس ده بيكون بشرط الاختبار ده الحديث تخرج، او لاي حد عايز ينضم للمجال. يعني بالمناسبه السيده اللي قعدت في البيت فتره وحبت انها تنزل سوق العمل، بالنسبه لنا هي حديث تخرج اكيد، ما عندهاش خبره في الموضوع، فحديث التخرج طبعا بالظبط. فبالتالي يعني ده اللي احنا بنقوله، بيبقى فيه اختبار صغير. طبعا مش هنختبرها في الشحن الدولي، هي جايه تتعلمه. لا، احنا بنتكلم على مستوى اللغه الانجليزيه وصل لحد كام، المهارات المكتبيه، المهارات التواصل، والله حضرتك مقبوله وهتحصلي على الخصم. فدي يعني الرعايات اللي دايما احنا جلوبال اكسس بنتبناها طول الوقت طول السنه طول السنة. أنا فهمت من كلام حضرتك إن عايزين بس نأكد على حتة، إن الناس اللي عندها خبرة أوريدي في المجال وشغالة في المجال حتى لو 10 سنين 15 سنة، في ليهم فرصة متاحة عند حضرتك برضو في جلوبال أكسس. بالظبط، أشكرك. إحنا كشركة عندنا حلم، والحلم الحمد لله النهاردة كبر قوي، فبقى بيستوعب الأعداد. النهاردة أنا لو شغال في المجال 10 سنين زي ما بيقولوا كده، اللي ببات فيه بصبح فيه، فما ببقاش واخد بالي هو انا هل في حاجه فايتاني ولا انا كده فاهم كل حاجه. وفي نفس الوقت لاول مره الشركه عندنا بتحاول انها تطلع زي شهادات، او نقدر نقول زي قياس مستوى قياس مثلا، قياس مستوى بالظبط، انه حضرتك نسبه الخبره اللي عندك تقدر عندنا بعدد سنين خبره معينه، والتوصيه او الريكومنديشن بالنسبه لك ان انت تشتغل على الحاجه الفلانيه او الحاجه الفلانيه، او انه انت لا انت والله حد اشتغلت على نفسك كويس قوي، احنا شايفين انك تستحق. فبتديله طبعا الشهاده اللي بتحدد مستواه بالظبط. بالظبط، والله واضح يا دكتور الموضوع فعلا انا حبيته جدا والله، وواضح ان هو شيق وممتع، وعايزين حلقات وحلقات كتير. بس في نهايه حلقتنا نحب حضرتك توجه كلمه للشباب. طيب، كلمة للشباب، ابتدي، بلاش تشتغل وبعدين تتعلم من فضلك، مجالنا غير أي مجال، لازم تتعلم وبعدين تشتغل، لأنه غلطتنا بفلوس. كلام رسالة للموظفين الحاليين في المجال، من فضلك اشتغل على نفسك، ما تقولش خلاص أنا بقيت عارف، ما تقولش خلاص أنا بقيت أقدر أدير الشغل، لأ، مجالنا كل يوم جديد، حاول تكتسب كل المهارات اللازمة طول الوقت. اتشرفنا بحضرتك جدا يا دكتور، واستمتعنا والله بالحديث معاك، وان شاء الله نلتقي في حوارات تانية بإذن الله. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهاردة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم موضوع مهم.